السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مروان من مروة. النهاردة بقى كده اخيرا خرجنا واتفسحنا في العيد، ودينا الولاد كده كارفور، الملاهي بتاعت كارفور. كان يوم حلو جدا. هسيبكم بقى تتفرجوا على الفيديو. مش ليا نفسي ادخل المطبخ، كنت تعبانة وكده. فيعني يا دوبك النهاردة ربع يوم العيد كده، ابتديت افوق من البرد اللي عندي، فقلت ايه اخرجهم. يا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو رودة صغيرة عليكي دي، انت كبرتي. عايز تلعبي دي؟ اه مش صغيرة؟ هنشوفي لعبة تانية. تعالي طيب تلعب مع رؤية دي؟ اه هتلعب دي؟ اه تمانية. راحة فين؟ بودي اللعبة دي. عايزين تروحوا تلعبوا انتوا حاجات، روحوا اما لما اخواتكم يخطوا. حلوة اللعبة؟ هيا يا بودي. هي رقية راحت فين؟ دخلت من هنا. اه دخلت كده، روح لها بقى. لا طبعا يا احمد، شوف كلهم صغنطتين ازاي. انت اركب حاجات الكبار. رقية لا دخلها صح. رقية مرجحة اهي. تمام.
اجري. خايف يخش. اللعبة نفسها جميلة.
اللعبة دي جميلة صح؟ تعالوا نتوجهوا على الحتت اللي بيشتروا منها الحاجات الحلوة. كارفور فاضي فاضي مفيش حد. استنى تاخد ايه؟ ياخد شيبسي. ده؟ يا روكا خد لي واحد بالجبنة. خد لي بجبنة بس مش متبلة. عايزة شطة؟ لا أنا عايزة جبنة. أنا عايزة بريك. عايزه ايه؟ بريك. مش عايزه شيبسي زيهم؟ اللي يعجبك. عايزه شيبسي عايزه بريك اللي يعجبك. خدت لي بالجبنه العاديه يا محمد. ما تاخدليش بال كله متبله؟ لا هات لي بالشطه. شطه كده عشان انا مش بحب الجبنه المتبله. ما هو واخدين بالشطه دي. شوف بودي بيحب بالفريه. هتاخد عني يا بودي انت فيه. خلاص. بابا. رايا كل الايس كريم هيسيح. بابا. لا انت عيان.